في الانتخابات، بلش الانتخابات وبلشوا المهرجانات الانتخابيه. اليوم رح نبلش على الخفيف. اول مهرجان انتخابي للقوات، مهرجان انتخابي للقوات، مرشح فادي كرم. نسي بس شغله بسيطه بالمهرجان، بس شغله بسيطه بس، مش عارف شو نسي. نسي كان عنده خطاب، يعني عنده اعلان ترشيح وهيك، نسي شغله بسيطه بس. شو مساء الخير. سوري بعتذر، بس منه هون ناقص 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 الخطاب. سوري اجيبي لي التليفون. سوري بعتذر بس بالغلط حكيم، خلي لنا اياك. تسلم تسلم، بده يكون بالغلط عم نشيل جاكيت بجاكيت، وقعت الوراق. انطوانيت انطوانيت فيك تسحبي لي اياها بليز؟ بس هيك ما نسي شيء مهم، نسي الخطاب، يعني نسي الخطاب لانه مبدل جاكيتات. ما انتبه هلا شو اللندري تبع اللندري واقف قدام اصحابه، ايها القواتيون والقواتيات، عند الخطاب عم بيقرا له. هو طلع له اثنين بقدونس، هو طلع له اثنين بقدونس 4 طن و5 ذره و7 فاصوليا. طبعا لندري قاعد جامع حواليه جماعه الاصحاب وبلش ايها القواتيون والقواتيات ايه نموت لكي يحيى لبنان. طبعا لندري والعالم عم تطلع فيه عم يعطينا جاكيت خراج، انا نازع الكوره ولا كلمه. شو خسك شو خسك بالكوره؟ اعطينا الزيتيه، اعطينا الزيتيه عم يطلب الزيتيه معلم. فبلش الانتخابات وفادي كرم اول شيء نسى الخطاب، قال في بس انه ما نسي اكثر. هلا انتبه، سليم الصايغ بمهرجان الكتائب بتذكر الخطاب وعمله على انطوان كرباج، جايب معه الخطاب. سامع شي مره خطاب على انطوان كرباج؟ لا. هو ذاته الخطاب ابو الجيك ولا شيء، يعني كانه بترا من مسرحيه ابو جودي عم يعمل انطوان كرباج. برافو عليك، كانه طوني ابو جودي عم يعمل انطوان كرباج. ليك سليم الصايغ على انطوان كرباج، على طوني ابو جودي، على طوني ابو جودي، على انطوان كرباج. فهموا بقى انه السياسة هي فن الممكن، وانه للضرورة احكام، وانه الايد اللي ما فيك عليها بوسة ودي عليها بالكسر. فهموا انه لبنان بلد التفاهمات، وفي القاعدة وفي الاستثناء. اذا كنت شاطر بعرفهم هن، اذا كنت شاطر بتقبل تعيش مذلول لما يكون الانسان مهدد بكرامته والوطن بخطر والمؤسسات عم تنهار والهوية عم بتضيع. ساعتها بتخلص السياسة، بيخلص الممكن، وبتبلش المواجهة. هونيكي القوي ما بعود قوي، والضعيف ما بعود الضعيف. يا مختار المخاتير، جيب جبال الزوار من عندك ببطل موز. مسرحية قاع الريم ما يسرنا، والجرة شو منعمل فيها فترة. وهيدك والسياسة فن الممكن وعودة إلى الجذور. فلومينا حدك حطها وركبها بالطيطة، واللي عبت لك فيتاس، اللي عبت لك بالفيتاس انت العبلة شعراتها. طبعا على انطوان كرباج، على الي ايوب، على الي ايوب. مان حبيت الخطاب دي، اول خطاب روعة. لا مزلول مزلول، عيش مزلول. هلا انتبه، كلهم عم بيعيدوا نفس الحكي. سيزار ابو خليل عم بيعيد نفس الحكي اللي عيده بكل الاطلالات السابقه، كمان مرشح على الانتخابات، بيعيد. مش اكثر واحد بيعيد حكيه بالعالم من دوره لدوره، مش معقول. شو بيعيد ليك؟ بالاطار الانتخابي، وبيعرفوا هيدا كلام، هيدا الكلام يلي اللبنانيين واعيين بموضوع
بموضوع مدام التدقيق الجنائي مدام التدقيق الجنائي بمجلس النواب. ايه ليه ما عملناه؟ يتم اللي طلع اكيد هو عمل خطوه. ما خليك تسكر هيدي كفي. لا هي بشغل انت 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 انا بدي ناخذ 700 موظف يعني تقريبا 2100. هذه الحلقه والاعاده مع بعض. ايه هذا جابي غزال بده يعمل له مشهد ما في مجال. هذا الوحيد زلمه بخليه بيجي مع الصدى تبعه. الوحيد بيجي مع الصدى 700 100 بس ابو جيك. بس السنه عم بعيده بالفرنسي يعني غير حكي مش كله عربي. حكي فرنسي السنه كمان حتى ما كان كله عربي يعني كان اجى عم بيحكي اجنبي كمان لتعرف انه عنده مشاريع بالعربي وبالاجنبي. هذا بيعرف يفرح. لا بس في عده في عده في عده عزيزي نو بلا نو لا سي. القاضي سي. خي تريبيا بالتوازي بس كور. لا اتنسيون 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 يا خي بعد 17 اتنسيون اتنسيون تري بيان تري بيان تري بيان سي سي نو 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 نو. لتحضر كل برامج الـ LBCI زور موقعنا على www.lbcgroup.tv.